يعني اللي حصلت من بره مصر الفتره دي، يعني حاجات كتيره قوي يا احمد، اخبار بتضحك شويه. هقول لك حاجات مبهره دايما، يعني حاجات مبهرة. ابهرينا بقى. هقول لك في دايما احنا متعودين ان الامهات يعني بيسيبوا كتير قوي الفتره دي الموبايلات والتابس والايبادز وكده لاولادهم، عشان خاطر ايه؟ يعني يقضوا وقت اطول شويه، وهم يقدروا حتى يعملوا الاكل او يقوموا باي مهام جوه البيت. بيلهوهم زي ما بيقولوا، يعني عايزه اقولها يعني بالبلد خلينا بصوت احمدي. فقصه كده، في بطلها اسمه يانش مامته كانت سايباه بيلعب في الموبايل بتاعها، المهم ما اهتمتش، ويعني راحت عملت بقى اللي هي بتعمله. تاني يوم لقيت باب البيت او الجرس بيرن، وشخص من اللي بيوصلوا الطلبات اونلاين دليفري بيسلمها مجموعه من صناديق الكرتون جواها عفش للبيت. الام طبعا غلبان طيب قوي، شكله جميل. الام طبعا طبيعي زيها زي اي حد، اتفاجئت وقالت انا ما طلبتش الحاجات دي وما اعرفش عنها حاجه. قام الشخص او الدليفري ده اكد لها انه لا، حضرتك يا فندم عملتي الاوردر ده وطلبتيه، ومش بس كده، انت كمان سددتي ثمنه من الكارد، يعني دفعتي. خلصانه يعني، خلاص ما فيهاش. لحد ما اكتشفت ان اللي عمل الاوردر ده ابنها، وبسببه دفعت $1987. طفل كان بيدخل على الموقع الالكتروني للمتجر ده ويدوس بشكل عشوائي كده على المنتجات، مش بس كده كمان حول لهم الفلوس في نفس الوقت اللي اختار فيه الحاجه، فبقى مفيش يعني مرجع، خلاص مش هيقدروا يرجعوا. يعني انت قلتي 1780 دولار، يعني قولي 2000 دولار تقريبا، اضربي في 15، يعني انت لو انت عملتي كده ومامتك رجعت لقيتي صرف 30000 جنيه في حاجات كده ليس لها قيمه زي ما بيقولوا برد الفعل. مش هقول لك ايه اللي هيحصل فيا، مش هدخل بيت تاني. مش هقول لك. طيب تعالي نروح لجنوب افريقيا، ويمكن الخبر ده تحديدا هيهمك، لان انا عارف انت من المهتمه بالكلاب، عندك كلب اسمه روكي تقريبا. ايوه هيهم روكي لما تحبي تعملي له تور في افريقيا يعني. طيب في جنوب افريقيا تم افتتاح فندق مخصص للكلاب في مدينه كيب تاون، بيقدم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة. الفندق ده يعني في إعلاناته على السوشيال ميديا بيقول إن الكلاب عندهم بتحظى بمعاملة خاصة جدا البشر نفسهم ممكن يحلموا بيها. يعني زي ما أنت شايف فيه أهو حمام سباحة و... ده أنا ما نزلتش حمام سباحة بالشكل ده. طيب معلش يا احمد، هنروح كيب تاون، يعني هنجيب لك حمام سباحه. روحي انت كيب تاون، يعني روحي انت كيب تاون. على مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا انتشر مقطع فيديو لشابه متعلقه من شعرها جوه عربيه القطر. طبعا الركاب اندهشوا من المنظر اللي شايفينه واحتاروا هي بتعمل كده ليه. البنت اللي ظاهره في الفيديو دي عملت استعراض وهي مربوطه من شعرها ومتعلقه، وقعدت تتمرجح وتستمتع بالتصفح على الموبايل بتاعها، حتى ان اداره المترو قررت تتصل بالبنت وتسال عن اللي عملته ده سببه ايه او ايه اللي خلاها متعلقه من شعرها. قالت انها مارست الحركه دي لاكثر من 6 شهور، واكدت انها خدعه خطيره ما ينفعش حد يجربها. يعني هم طبعا هم بالنسبه لهم يعني بتعملي في نفسك كده ليه، عملتي كده ليه، يعني ناس ما صدقتش نفسها، بس لذيذه يعني، خدعه لذيذه. هو الخدعه دي انا بعدها لازم اطلع فاصل بصراحه. يلا بينا.